هؤلاء واجب علينا إكرامهم، إكرامهم. أنا تنحشم والله، لا أنا تنحشم نقول نهضر على الإكرام المادي. تسلحيق تسلحيق غادي نغ بأنه وداني خصنا نتعاون، هاد الناس خصنا نكرموهم نكرموهم نكرموهم، وشحال ما كرمناهم قليل، شحال ما عطيناهم ما غيكفيش. مسؤوليات الحياة ومصاريف الحياة كثيرة جدا كثيرة جدا. هاد الناس حنا ما خصناش نخليهم تيحتاجوا تيطلبوا، ما خصناش نخليهم تماما، ما خصناش نخليهم تماما، ما خصناش نخليو الفقيه حتى يتزير لاخر لحظه. عادي غنستقصى ما يقا يا حورين نعيد، ما ويجيبو يا حورين نعيد. الجماعه الله يخليكم اسم صغير الفقيه حورين نعيد، اسغاس شري ليه بلا ما يتسمع بلا ما تشنع به بلا ما تفضحو، شري ليه حولي ديال العيد وسكتنا. علاش حتى هو زعما حنا اللي درنا ليه، حنا اللي جينينا ليه، حنا اللي جبنا ليه، حنا اللي برعنا، حنا اللي عطينا ليه؟ الى متى الى متى الى متى الى متى هذه الدنيا الى متى؟ حتى الفوقاش الفوخاش يبقاو هاد الناس تيتسناون لعنا وتيتسناون. قسمي انا ذي قيم شكر قزن شيو يرغا وين دوين دي هنا اربواتي تك اربواتي تكني شاني الجن. بغى العرب العرب في الجاهلية في الجاهلية العرب في الجاهلية كان من اللي تيدير شي واحد شي معروف مع شي حد ولا تيدير مع شي احسان، عرفتو اش كيقول ليه؟ كيقول ليه لا جعل الله لك عند لائم حاجة. وقرص ابو واش الجن سخي صدغ عشان اللائم، لا جعل الله لك عند لائم حاجة. هلا يخليك يعني تكون مخصوص عن شي واحد اللي هو لائم. يا عيلة كنت مخصوص عن شي واحد اللي هو كريم، سيكرمك ماديا ومعنويا، غيكرمك بجوج ماديا ومعنويا. ولكن إلا كنت يعني مخصوص عن شي واحد اللي هو لائم، نسأل الله السلامة والعافية. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فين كرامته؟ فين كرامة؟ فين كرامة؟ فين كرامة اللي أي واحد جاي يهضر فيه وأي واحد جاي يعلق عليه؟ اي واحد جاي ينتقد فيه واي واحد جاي يسمعوا الهضره او اي واحد جاي حاسبه خدام عنده، اي واحد جاي يقول ليه علاش درتي وعلاش ما درتيش، اي واحد اي واحد سولوهم شنو هاد قيمه شان فقيه مزيده في ميداس تعاود انا شويه النمحاين. والله الا بكيتي معاه والله اجا سينين قد طولض، اجا سينين قد قد جي قد تو تو كل شيء خصك يعري لا خ خ اه اجا سينين وديك غير في جاني كانش قد جي غاري الخدمه كان غير قد كذا 20 مينوت قي الطاس اجي سينا ودي خشين تزدن الزاج ميمي تقجي قسوة جوي خاك اجي قربي تقدر الركوع يتقسي وعروها تما الرخص الشرعية اني مارا نشين وغان غكيس نشا شين نفقيه قصد يسمى مش نخص الشين ما مش نخص الشين سيجي هو بحالي انا 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 واش تيضرني ظهري خصني جوج خصني 20 ثانية وخشو يجي معايا 20 ثانية. عندك رخصة صاحبي عندك رخصة عندك رخصة صلي قال صلي مجبد كاع ما تجيش كاع هنينا بصداع ديالك عندك رخصة مالك باغي انت تبرمجو معجونة هو معجونة دنا معجونة تسمى تسوي هادشك ماش تقصدش باش كيش دياز شي سقمي عروع ميداش غاي ميداش غاي يتقصش وعروع ميداش غاي ميداش غاي كاش تسقمني شي كما ساخيني صلي وزيد بحالك يا صاحبي صلي وزيد والله إلا كاين شي ناس التي تتفرح بهم تتفرح بهم يجاني وذن في الجوامع مسكين تيجي تيصلي تيدخل سوق راسو شي حاجه ديال الخير تيديرها شي مساهمه في سبيل الله تيضرب الجيب تيجيب ما عمرك تسمع ليه لا تسمع له ولا كذا ما تسمع ليه لا صداع لا تشاش لا تجي حاجه. كاين شي وحدين ما شاء الله والله العظيم لا كانه صاحب الملك صاحب الملك صاحب الملك صاحب الملك. دابا حنا في رمضان حنا في رمضان كنديروا الدروس بعض الجوامع تتمثل شي جوامع تتلقى شي ناس زعما والله العظيم يمري شويه السلطه ايما ديني يقيم يطنديه مزيان ونسي ورنيش تويد دقني تغو بكريم بكريم اللي كتمشي تلعب كره القدم شي حومه تخمين غنا حني راه تشم هذه شو مشان مش صحاب تشاني شكتي راه بالوني ني تير عندي بارس هذا فنت تشما تدفنت فغنت مخاوض نكيش تويد دقني تكش حرامه البيع تسمى تسمو مي قال فوربو النغ فوربو النغ تشان نغ شكتو سي تسي هذا خير عندي فوربو والله رشاني وذاني لا مو يفهم انت مو يفهم انت مزيان مو يفهم انت مزيان هكا فاهمين هكا هكا هاك السيد تيدير الدرس والاخر مجبد وتيهضر معاه كاتسرحش الله يهديك واش عندنا روض الاطفال غنغروض الاطفال الله يهديك وقر وقر المكان وقر المقام وقر الامام هذا من الواجب عليك واش جاي تاخذ جوج حسنات ولا جاي تضيع اجرك وثوابك لا جاي لا جاي لا جاي كاينش توقيع كاينش احترام كاينش تقدير تماما كاينش كاينش نسال الله السلامه والعافيه. هادو واحلين مع هادو من جهه واحلين من جهه اخرى ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون توجه شركاء متشاكسون كلشي شاش دير فقيه
الجنات شاش، الوزارة شاش، الجماعة شاش، واني تخدص الشاضي شاش، واني واي تخدص شي شاش، واني غا تجرهم كوز تجيف يا زودي الصوفغي شاش، واني دوق زندي هداد دي سفق حتوي وفي ماني غيبار تفق حتي شاش، واني غا تجيش المشكل. هذا الواقع، هذا الواقع، هذا الواقع، واش يرضي انت الناس؟ اجي انت صلي هنا وارضي عباد الله، اجي ارضاء الناس غاية لا تدرك.